كنشكروا اللاعب بخلال الذي قام بهذه المبادرة وهو تهيئ هذا الملعب ليكون صالحا للأطفال، سواء أطفال القرية ولكن كذلك الأطفال أبناء المنطقة كذلك. وهذا نموذج ديال العمل الخيري اللي يمكن يكون هو عمل أولي ولكن يمكنه بداية بالنسبة لأمثال بخلال زكريا، باش كذلك الرياضيين ديالنا يساهموا في العمل الاجتماعي بالنسبة للمغرب اللي هو في أحوج ما يكون إلى كثير من المساعدات. فمرة أخرى تنشكروا اللاعب زكريا بوخلال، وتنتمنى أنه يكون مثل بالنسبة لباقي اللاعبين سواء الذين يعملون بالداخل أو الذين يعملون في فرق بالخارج. حسن ثاني الله يحمل المغرب 84 على ما أظن، يعني هو ثاني سفير في المغرب. بحال اللي كنقولوا وعد الحر دين عليه، كنا جينا هذه واحد الشهرين هنايا درنا واحد الزياره مع زكريا ابو خلال وعز الدين اناحي، ودوزنا واحد الوقت هنايا استمتعوا فيه الدراري مع اللعابه، وشفنا هذه البلاصه هذه كانت ما مصيباش، وقلنا علاش لا باش يستمتعوا احسن واكثر يكون ان بيتي تيران دو ميني فوت. وديك الساعه زكريا قال لي حياه انا جو مون اوكيب، انا جو لو بران ان شارج ومرحبا، ودرنا الاجراءات مع الاداره وكان داكشي سريع والحمد لله احنا اليوم غادي نفتتحوا. اللي عنده ما يعطي في المجال الثقافي المجال الرياضي كنعرفوا الاعباء اللي ولات دابا الاباء. مبادرة جميلة، مبادرة طيبة، افتتاح ملعب رغم صغر الحجم ديالو، ولكن كنعرفوا بأن الوليدات هنايا صغار، ويتبع إن شاء الله مبادرة ديال ملاعب كبار، وكنتمنى كاع اللي عنده إمكانيات لا لاعبين دوليين سابقين ولا حاليين ياخذوا مثل هذه المبادرة اللي كتفتح آفاق الوليدات صغار. نتمنى هذا الشيء يكون ماشي في الدار البيضاء وإنما في المدن والقرى النائية، باش الوليدات كاع ديال المغرب كلهم يكونوا بحال وكلهم يكون عندهم واحد المتنفس فين عبروا على الطاقات ديالهم لا الرياضيه ولا الثقافيه. ماشي غير تيرانات، وانما خصنا مراكز للشباب، مراكز للثقافه، مسارح، كل شيء. هذا الشيء باش نعطيو مجالات للوليدات والشباب باش يكونوا شبان لصالح الوطن ديالهم، صالح للبلاد ديالهم، صالح للملك ديالهم، وصالح للانفس ديالهم.